قبل في نادي السياق سي فيها صنيف الشبان تو هكا مصلي يعني بي شفتهم في الاكابر وانت موجود كذلك كمسؤول في فريق الاكابر. اي بطبيعه صافي بليزير هذوما الاولاد الكل تعداو على صنيف الشبان بون لا بلوبار شيء فرح شيء يعمل كيف كيف شفتهم قبل صغار والبروغريسيون تاعهم تو تبارك الله يلعبوا في الاكابر ويلعبوا حتى في ليكيب ناسيونال كيف محمد علي كيف ما علي معلول دونك صافي بليزير الحمد لله ربي كي واحد يشوف النتيجه نتاع العمل نتاع مركز التكوين قاعد يعطي في اللوكل نتاعو. سي غازي كيف شفت اللقاء اليوم؟ اللقاء ديما يبقى معناها فرصة باش نشوفوا نقيسوا استعدادنا، أعتقد أنه ديما فما إيجابيات لكن فما نقائص هذا مؤكد، أعتقد أنه زاد كيف كيف فما جانب الإرهاق عنده تأثير لأنه عنا توا تقريبا أسبوع نخدموا على الجانب هذا، تمارين تقريبا يومية فما بعض اللاعبين يعملوا في ثلاثة حصص، كيف كيف نشوفوا في بعض الحلول، نعرفوا أنه الفريق خرج منه عدد من اللاعبين، نحاولوا أن معناها نلقاو التوازن بسرعة نتاع الفريق، كيف كيف فرصة باش نشوفوا اللاعبين الشبان نتاعنا معناها المستوى نتاعهم الحقيقي من خلال المباراة والاستعدادهم وهل قادرين باش ياخذوا أماكن في الفريق الأول، كل هذه النقاط معناها ندونوا فيها وناخذوا فيها بعين الاعتبار، أهم شيء أنه نكونوا حاضرين عند السنة في البطولة ونسترجعوا المجموعة الكل، نعرفوا فما غيابات اللاعبين اللي في المنتخب الأولمبي والمنتخب الأول، اللاعبين الأجانب اللي مازالوا ما انضموش، المصابين اللي خذيناهم معنا كيما دريسا كيما زياد الدربالي كيما أحمد عمار اللي قاعدين نحضروا فيهم، ان شاء الله باكتمال النصاب تكون عندنا حلول تكون عندنا خيارات، واهم شيء انه نادي سفيقسي يكون ان شاء الله متوازن بالكيفيه المطلوبه ويكون حاضر في الاستحقاقات نتاع الشطر الثاني نتاع الموسم. كنت ذكرت اللاعب ادريس اكويتي اليوم شفناه في على ارضيه الميدان بعد اشهر من الغياب، ادريس اكويتي باش يكون على ذمه الاطار الفني في دفاع قوي سورتو الهجوم نادي سفيقسي في المباريات القادمه. والله يشوف تشريك دريسا اليوم لازم نفهموه من زاوية أخرى كونه اليوم اللاعب عنده تقريبا أكثر من موسم غايب على الملعب، حبينا يكون موجود في أجواء المباريات ولو أنه مباراة ودية ولو وقت قليل، مبرمج أنه يدخل ياخو وقت لعب كل مرة وين تسنح الفرصة، صحيح مازال ما رجعش الكامل استعداداته لكن كان يخدم بكيفية جيدة، هو مكسب للفريق إن شاء الله يكون حاضر وإن شاء الله وقت اللي تكتمل الجاهزية نتاعو يعطي إضافة للفريق. Ouais, je peux dire Alhamdoulah, c'est le travail de Doc qui est là et puis tout le monde et tout le groupe qui m'a encouragé, qui m'a beaucoup soutenu dans mes moments difficiles. Bon, c'était pas facile, mais aujourd'hui, j'ai fait mes premiers pas quand même. Alhamdoulah que ça progresse à aller plus encore. Quoi. Mais, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, surtout quand vous êtes dans la manière de vous faire des préparations pour le bouton? Oui, bien sûr. Chaque match, il faut prendre des points qui ont été faits et des points qui ont été faits. Inch'Allah, nous avons profité du match aujourd'hui. باش يخلينا نحضروا بالكدال الماتشات الجايين، عندنا زاد ماتش الاستاد ماتش جاي بالسبت، ان شاء الله نكملوا به التحضيرات وان شاء الله من احسن الى احسن ان شاء الله. احكي لنا الاجواء في وسط الفريق سورتو عندكم برشا لاعبين شبان. ايه بالطبيعه ماك تعرف تحب لنا شويه وقت، الحمد لله الاجواء كلها باهيه مرقلين، الاجواء كل طيبه، قاعدين نخدموا على رواحنا كي صغار كي الكبار، ان شاء الله نكملوا هكا وكا. دكتور سي الحبيب العش اليوم شفنا ادريس اكويتي بعد حوالي موسم على غايب عن ارضيه الميدان، اليوم الحاله الصحيه نتاعو تخليه يرجع الى ارضيه الميدان، حكينا على ادريس اكويتي ثم كذلك عندنا زوز اصابات في نادي السفيقسي احمد عمار وزياد دربالي واليوم ان شاء الله لاباس لاعب نادي السفيقسي حمزه حده. والله بالنسبه لادريس صار له من حيث الاجر العمليه تقريبا 5 أشهر والحمد لله تو قاعد يتعافى وكما شفتوا بدا التشريك نتاعو في المقابلات. ان شاء الله نقولهم في القادم خير. بالنسبه لزياد الدربالي هي ما هيش اصابه وتعرف عمل عمليه على عذر وقاعد يخدم مع المعدل البدني وان شاء الله اليوم الاول للرجوع مش يكون ان شاء الله موجود من ضمن ال 18 اللي على ذمه المدرب. بالنسبه لاحمد العمار اصيب اصابه متوسطة في الوقت الحاضر يخدم كيف كيف فيزيك وهو على ذمة تقريبا على ذمة الإطار الفني. نجم نقولوا الملاعبية هذوما ما معادش بلاسي معناها مشكلة وقت متاع عدد بدني ما معادش فما بلاسيور. حدث ساعة إصابة حادة لكن إن شاء الله نقولوا ما هيش ما تمثلش خطورة.